يوم الاستقلال انا فقدنا حبيبنا واخونا قاده الشيخ مبروك ثوري، وكان في الحبس يا ودي، وقيس بعد الخير مساء الخير، صلى ثوري وعدنا ما نسالوه، وكل مبارك يا ودي، كل خوته في ثوريين ما شاء الله، خليص فوق الوجه قيس بعد الخير مساء الخير، وقال يعني كلام شعر والله ما سمع منه في الدنيا ولا في العراق كذا الصح، نطلبوا له الرحمة إن شاء الله. اليوم نفتقد المجاهد بالمبروك عبد القادر رحمه الله، وهو إنسان طيب ومعروف بأخلاقه الحميدة، وهو من رفقاء الوالد الله يرحمه الحاج معمر الرقيبي. وبمناسبة عيد الاستقلال نترحم على كل الشهداء والمجاهدين والله يرحمهم، وهم اللي خدموا لنا التاريخ. المبروك المبروك عبد القادر إنسان طيب وراجل من أهل الخير ومن أهل عائلة مجاهدة، ومات في شهر مبارك خير إن شاء الله، وناس قاعد تشد له بالخير، إنسان مؤمن ونطلب له الرحمة إن شاء الله. يومنا نعزو روحنا أنفسنا ونعزوكم بالمبروك عبد القادر، إنسان مجاهد ومخلص ومن عائلة ثورية.